السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحنا بنعمل الباور بي اي بتاعنا او البرزنتيشن بتاعنا، فاكيد مش هيكون صفحة واحدة، اكيد هيكون اكتر من صفحة. فاجي هنا علامة البلس واروح مزود مثلا صفحتين، نقول مثلا اول صفحة دي هتكون هي الشريحة الرئيسية الاوفر اول اللي فيها كل حاجة، تمام. خلينا نقول مين مثلا، ودي هيكون فيها مثلا صورة للمشروع لا اكثر ولا اقل. فممكن نيجي هنا في انسيرت ونقول له احنا عايزين ننزل صورة، وليكن مثلا الصورة ديت. طيب نقدر نكبر الصورة زي ما احنا عايزين، نقدر نعمل لها بوردر، نقدر نحط لها تايتل، باك جراوند، نقدر نعمل لها شادو. وكل واحدة من دول بتدوس على العلامة اللي هنا وتبدأ تختار ايه المؤثرات اللي انت عايزها، تخلي فيه اكشن، تخلي فيه فيجوال. هنا الجنرال ممكن تشوف بقى المقاس بتاعها قد ايه زي ما انت عايز. طيب نيجي بقى على البيج 1، وليكن مثلا ممكن يبقى انا عندي المشروع كذا دور، فاسمي ده الدور الاول، ده الدور التاني، فلور 1 فلور 2 سكند فلور فيرست فلور، او يكون عندي كذا مبنى فكل مبنى فيهم هيبقى في خانه لوحده، او انا عايز اقسمهم بالستيج، يعني زي ما انت عايز. فيبقى عندك اكتر من، نقدر نقول من تاب، فكل واحد فيهم تقدر تحط فيها المعلومات اللي انت عايزها بالشكل دوت. هنا مثلا ده المين، هنا ممكن تحط مثلا تكست معين او تحط فيجوال من هنا، تسحب وتبدأ تحط زي ما نشوف مع بعض ان شاء الله في الدروس القادمة. طيب ممكن تيجي هنا وتدوس رايت كليك على اي تاب فيهم وتقول له دوبليكيت فيكررها لك. فممكن يكون انت عندك حاجة بتاعت الدور الاولاني فهتاخدها وتغير بس ان دي بتاعت الدور التاني والداتا تاخدها بتاعت الدور التاني، او تعمل رينيم وتغير الاسم، او تعمل لها ديليت، او تعمل لها هايد، تمام. فهي كده بعمل لها هايد، لكن في اي لحظة ممكن تيجي هنا وتلغي الهايد بحيث انها تبقى متشاف عادي. وطبعا سهل جدا ان انت تعمل سيلكت على اي عنصر وتنسخه وتروح للصفحة التانية وتقول له بيست وتغير في الحجم بتاعتها مثلا بحيث انها تكون مناسبة لي ان هنا مثلا لا ده انا عايزها بس ايه حاجة صغيرة كده، تمام. لان دي صورة المشروع، احنا هنا مش بنتكلم افرول، احنا هنتكلم على مبنى معين او على دور معين، فبتبقى صورة صغيرة.